الناس مصورة الله يلي خلق العالم والبشرية إنه هو شخص مرعب وبده يقدمنا على أخطائنا وبده يحاسبنا، وكل يلي شايفينه من الله هو حساب ودينونة. إذا نحن هالقد محبوبين من أهلنا الأرضيين، قديش بين السماوي بيحبنا وبده الأفضل لإلنا؟ حتى إذا في أهل ما بيحبوا أولادهم، الله بيحبنا وبده الأفضل لإلنا. الله قريب من كل واحد منا، ما بيحب الخطية لكن بيبحث عن الخاطئ. الله بده الأفضل دايماً لإلنا وبده إيانا نفرح بالحياة. هذا كان كل شيء لليوم. عودة لإلكم جينيفر وغادي.